حسين اليوم سجلتي على الفريق ديالك الام، الشعور ديالك وانت كتطلب المسامحه من الفريق واخا ما كانش كبير؟ كيبقى شعور مختلف، لكن كدير هاد الظروف ضروري. هادشي كيعطيك حافز باش تزيد تخدم، حيت كتشوف خوك كان معاك في الدار، كتشوفه احتراف، كتشوفه دار شحال من حاجه. هادشي ما كيقولش بلي خاصك تبقى جالس ما تخدم ما دير حتى شي حاجه باش توصل. وسفيان كنتمنى ليه مسيره موفقه، وهاد الرجوع ديالو للمنتخب غادي يعطي حافز كبير ان شاء الله باش يقول الكلمه ديالو من القدام ان شاء الله. سفيان خوك القدوه ديالك، ضروري القدوه ديالنا هو الرسول عليه الصلاه والسلام، وضروري يكون قدوه ديالي حيت شفتو كاكزومبل، حيت بدا من الزيرو وكنتمنى ليه الخير من القدام.